بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. ربنا زدنا من اليقين وزدنا من الإيمان وزدنا من الإحسان، أي زدنا في وعينا بأنك ترانا ولا نرى، لأنك تعلم السر ولا يغيب عنك شيء، ولو صغر شأنه لا يغيب عن علمك شيء، كما يتمنى أهل الشقاق والنفاق من كرب ومن صاينة ومن كناس اللي هي كاراتكوس بناياتها من الأكاذيب والفحشاء والمنكر. ربنا أرنا ما ينفعنا حتى ننتصر على أعدائك أجمعين. وقد بانت لنا الأيام الأولى وإرهاصات تخبرنا وتبشرنا بأننا على عتبات النصر المبين الذي لا يأتي لي إلا أنت يا مولانا يا كريم. وإحنا قال مولانا إذا جواد الآخرة في أول هذه السورة الكريمة سورة بني إسرائيل سورة لوياج نوكتور، يعني الإسراء هو جاء بيانات والتزامات، تذكر التزامنا نحو مولانا والتزامنا نحو أبوينا والتزامنا نحو أقاربنا وأقاربنا أولى بصنع المعروف تجاههم و كيفاش نبعدوا على الإسراف لقاسبي، كيفاش نبعدوا على ظلم اليتيم، كيفاش نعرفوا حق المسكين علينا، كيفاش كيفاش كيفاش. وهذا ملا نعمة نورانية من النور الذي هو نور على نور والسلام.